صباح الخير لجميع المتابعين ومتابعي طقس العرب، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، غيوم متفرقة 39 درجة مئوية، الملموسة 35، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون غربية خفيفة خفيفة إلى معتدلة السرعة مع إفطار في الخارج يكون نوعا ما جيد. نذهب الآن للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد أو نهار اليوم عفوا. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخاتر من الأمطار في عموم هذه المناطق. تبوك 36 إلى 23 نفس الأجواء في كل من سكاكا وعرعر وأيضا نفس درجات الحرارة. المنطقة الغربية المدينة المنورة أيضا أجواء غير مستقرة 39 إلى 25 مع فرصة لزخاتر عادية من الأمطار. جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة أيضا أجواء غير مستقرة 39 إلى 28، والطائف زخاتر عادية من الأمطار 29 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة، أبها زخاتر عادية من الأمطار 27 إلى 16، الباحة 25 إلى 16 مع أجواء غير مستقرة وزخاتر عادية من الأمطار، أما جازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الإحساء 42 إلى 24 نفس الحرارة تقريبا في حفر الباطن، أما الدمام 37 إلى 25 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 24، بريدة 39 إلى 24 أيضا مع أجواء حارة، أما حائل فرصة لزخات من الأمطار 36 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.